السكريتوري سيستم بينقسم الى جزئين، المين لاكريمال جلاند، لاكريمال جلاند الاساسيه، والاكسسوري لاكريمال جلاند، الجلاند الزياده او المساعد من لاكريمال جلاند. المين لاكريمال جلاند مكانها موجود في شايفين السايت وفي السوايت هنا بسبب كده سيرفس اناتومي هنا، يعني في شال بوني فصل الانترو لاترال بارت اوف ذا روف. حتى احنا كلاريك المطلوب ان انا الليسيت الساين يقول لك هاو تو اكزامين اللاكريمال جلاند، اقول لك وريني ازاي بتفحص اللاكريمال جلاند. يقول البيشنت نمبر 1 لوك داون عشان تفرد الايد بالليتل فينجر، وداخل صباعك في المكان ده ما بين العين ما بين الاي بول، اطول مسافه تقدر تدخل صباعك فيها هنا كده في المكان ده، وتحاول تحسها، وفي الاخر تقول لي نوت فيلت، لان هو ده النورمال اللاكريمال جلاند نوت فيلت، لكن هو ده مكانها. تشعل البوني فصه في الانتو لاترال بارت اوف ذا روش. شكلها عامل ازاي اللاكريمال جلاند؟ اللاكريمال جلاند بتاعتنا يا جماعه المونج ان شيب. يعني ايه المونج؟ يعني زي اللوزه كده اوبلونج. هي معموله من تو بارتس، الابر بارت هو اللارجر بارت، هو ده اللي ريستنج اجينست البوني فصة، وده اسمه اوربيتال بورشن، سميته اوربيتال لان هو ده اللي لازق في العظم او في الروف او في اوربيت. اللور بارت ده الاصغر، وده اللي نايم فوق الابر فورنكس. الابر فورنكس اقرب ما يكون لمين؟ او يعني قريب من الايليد. من كده مجازة بقول ان اللور بارت بسميه فالفيبرال بورشن، لانه هو الاوطى هو الاقرب، هو اللي ريستنج على الفورنكس، يعني كونجنتيفا عند اقرب الايليد، عشان كده سميته فالفيبرال. اذا اللاكريمال جلاند جزئين، ابر لارجر اوربيتال بارت، لور سمولر فالفيبرال بارت. الغريب بقى ان الداكس كلها واللي معددهم من 10 ل 12 داكس بيوريجينيت من الابر بارت، ولازم يعدوا من خلال اللور بارت. يعني اذا واضح لو في حاجه هتتصنع وتنزل جوه الداكس يبقى لازم تكون جايه منين؟ من الابر بارت. اللور بارت نون فانكشننج، يعني اللي بيصنع في عينين الدماغ هو الابر بارت، بس الداكس كلها بتعدي من خلال اللور بارت. اذا وجود اللور بارت بصوره سليمه مهم جدا، يعني لو انا حصل تروما او عملت عمليه شلت فيها الجزء ده بس انا كسبت الوقت كمان خالص. اذا اللور بارت هو اللي باس واي للداكس. خدتوا بالكم انا هنزل لك بعمل التو بارتس، شايفين الافضل ده؟ مين الافضل ده يا جماعه؟ اللي بيت واضح ان الابيليروزس بتاع اللي بيته معدي ما بين التو بارتس. اذا عرفنا كام معلومه؟ السايد شالو فاصة في الأرض رضا بارت أوف الشيب ألموند، الأجزاء تو أبر بارت أوربيتال لور بارت فالفيبر، ما بينهم بيعدي ليبيتو أبينيروزيس. في كام داكت؟ من 10 ل 12 داكت كلهم أوريجينيتنج من أبر بارت وجاست بي باس ثرو اللور بارت. إذا اللور بارت نان فانكشن. الأبر إيدج ولا؟ إيه ده؟ الإيدج الأبر ها؟ يعني إيه الإيدج؟ يعني وين الأبر؟ الأبر بارت واللور بارت أهو. ده الأبر وده اللور. طيب. نعم؟ هما الاثنين هما جزئين من المين لاكريمال جلاند. طيب. المايكروسكوبيكالي كده لو انا بصيت على الأبر بارت اللي هو الفانكشننج بارت هلاقيه معمول من ناطق أسيناعي. أكثر من أسيناعي يعني. كل واحدة منهم عبارة عن كافيتي، دي اللي بيصنع فيها تيرز الدموع. مين اللي بيصنع الدموع؟ الأسيناعي الواحدة والأسيناعي الواحدة بقى لايند باي تو لايرز اوف إبيثيليا. انر كولامير اللي انا رسمه الاحمر ده هو ده اللي بيصنع بقى التيرز، واوتر فلات مايو ابيثيليال سيل. خدت بالك من كلمه مايو ابيثيليال؟ يعني عندها شوكه كونتاكشن. فاذا اللي انا رسمه الاحمر ده كولامير ابيثيليال بيصنع الدموع. اول ما الكافيتي تتملي دموع ما هي تيرز تبدا اللي هي اللي بره تكونتراكت عشان تسكويز وتفضي التيرز دي جوه الداكتس، فتنزل الداكتس اللي تفتح فين؟ خدت بالك الداكتس بتفتح فين؟ فورنكس. فاذا الدموع تنزل على الابر كورنيس تبدا تتزحلق بقى وتروح تتوزع على كل الكورنيا والكونجكتا. طيب ايه النيرف سبلاي بتاع زي جلاند؟ سنسوري احنا اتفقنا دلوقتي سنسيشن الوجه كله اسمه ايه؟ برايم جاكلر بيتقسم ثلاثه اوف سامبك ماكزيلري مانديبلر. بما ان لاكرا جلاند هنا اكيد اللي هيديني اوف سامبك اوف سامبك ده بيديني برانش اسمه لاكرا نيرف. كده لاكرا نيرف هو ده السنسوري جاي من اوف سامبك ديفيجن اوف ترانجر. طب مين اللي هيستميلي السكريشن بتاع الجلاند؟ باراسيمباثيك. بس جاي مع مين؟ فيشل. ده انا من ساعه ما بدات رمض معاكم وانا اخترته الاسطمبه المعتاده. اي مرض في الرمض يعمل بين
الزق وراه ثلاثي بلاكروسفاز وفوتوفوبيا لاكريميشن. وقلت لكم ان اللاكريميشن والبلاكروسفاز من الريفلكس الافرنت بتاع الريفلكس اللي بيدي احساس للعين لما في بين في اريتيشن في التراجم. والايفرنت مين؟ الفيشل نيرف العصب السابع. من ساعتها احنا عارفين ان الفيشل هو السكريتوري، هو اللي بيستيميليت الجلاند انها سكريت تيرز. اذا السكريتوري فيشل نيرف من خلال باراسمباثيك فايبرز ماشيه مع هذا النيرف. اذا باراسمباثيك مع الفيشل نيرف العصب السابع. طيب الفازو موتور اللي كنترول بلاد سبلاي بتاع الجلاند سمباثيك انرفيشن جايه من السوبيريور سيرفايكال سمباثيك جلاند. إذا sympathetic innervation ده البازو موت. طيب ال blood supply في الأرتري اسمه lacrimal artery ده جاي direct branch من الأوبتالميكا. يعني الكلام هنا في الحقيقة مش مهم قوي، لازم يعني مش لازم تقعد تحفظ فيه إقرأ بسرعة. الحقيقة الأناتومي بتاع lacrimal secretory ما بيديش ريتم، بيجي ريتم هو الأخر lacrimal أنا ده lacrimal secretory ده lacrimal drainage أنا عكس معلش. اللاكرمال سيكريتوري ما بيجيش اللي بيجي هو اللاكرمال درينج الحقيقة. طيب تعالوا نشوف بقى الاكسسوري لاكرمال جلاند. بس قبل ما اقول لك الاكسسوري لاكرمال جلاند قبل ما اقول اساميهم خليني اقول لك ان هم مايكروسكوبيك، يعني ما تشوفهاش تشوفهم بالعين المجرده. الحاجه الثانيه عن الاكسسوري ان هو هاز نو نيرفس كنترول، يعني مفيش نيرف يستيميليت السيكريشنز بتاع الاكسسوري لاكرمال جلاند. هما نوعين، جلاندز اوف وولف رينج وجلاندز اوف هي جلاندز اوف وولفرينج. دول خمسه جلاندز بالتحديد موجودين في الفالفيبرال كونجنكتيفا. في كتب قالت ان الخمسه دول موجودين ميد تارسس هنا الحته دي الريجن ده، في ناس قالوا عند الابر ايدج اوف تارسس، بس هم الكل اجمع ان هم خمسه وهم مايكروسكوب، يعني ده مشهور في علم الجراحه. الجلاندز اوف كروز عندهم 48 جلاندز، 40 جلاند في الابر فوت و8 في اللور فوت. واذا هنا بقى في ديبيت المفروض الكلام الاحدث الكلام الاحدث بيقول ان الاكريمال جلاند مسؤول عن 95% من البرودكشن اوف تيرز والاكسسوري 5%، وده منطق. لكن في ناس مصممه ان الاكريمال جلاند مسؤول عن مين الريفلكس لاكريمشن والاكسسوري مسؤوله مين عن البيزك سكريشن. البيزك سكريشن اللي هو موجود ثرو اوت ذا داي كل يوم عندك على مدار 24 ساعه 1.5 مللي لتر ده الافرج، 1.5 مللي كل يوم على مدار عمرك. عايزين يقولوا ان المسؤول مين عن ال 1.5 مللي دول هو مين؟ الاكسس. ودول اللاكرمال جلاند بيظهر امتى؟ ريفلكسلي لما عينك تتطرف، عينك في او ايموشنال لما تعيط او تضحك. طيب هنا في الحقيقه الكلام في ناس بتقولوا كده، انت ذاتك ما تقولش المعلومه الا لو قدامك سالك السؤال. يعني قال لك يا لاجما جلاند مسؤول عن ايه؟ تقول له اه يبقى هو اللي بيقول لك كده، تقول له مسؤول عن الريفلكس مين؟ تعرف ان هو مع المدرسه دي. بس الغريب بقى ان ايه بين الناس اللي بتقول الكلام ده؟ تلاقي لو كاتب كتاب معلم كتاب او يعني عمل كتاب طالما هتلاقيه كاتب لك بعد موضوعين ثلاثه كده موضوع اسمه دراي اي ويكتب لك كوز دراي اي. نمبر 1 كوز دراي اي كونجنتال ابسنس اوف لاجما جلاند. نمبر 2 inflammation of lacrimal gland. Number 3 autoimmune disease destroying the lacrimal gland. Number 4 lacrimal gland. وسبب خامس اكيد بيقول لك fibrosis اللي هو برضه هيسد الضغط. يعني كمان بيقول لك اصل بيعمل دراي اي ليه؟ عشان طب يا اخي لما lacrimal gland دورها بس في الريفلكس افهم انك انت تقول لي لو انت ضمنت lacrimal gland اي حاجه من الاربعه اللي انا قلتهم دول ما تقدرش لما تيجي تعيط ما تنزلش دموع زياده، لما تيجي تضحك ما تنزلش دموع زياده، لما عينك تطرف ما تنزلش دموع زياده، يعني الريفلكس ما يزيدش ما يحصلش زياده في الدموع، لكن البيزك المفروض يفضل ايه؟ يفضل موجود. لكن انت بتكلمني على دراي اي وعمال تعدد لي اسباب بتعمل فيها دمج. فطبعا ده تناقض غريب جدا. الحاجه الثانيه لو انت شفت اي بني ادم بيعمل عمليه اول ما يتبنك تلاقي الممرضه الحقيقيه قافله عينه. تسال ليه؟ يقول لك اصل هو عينيه وعينه مفتوحه لان في شتون في العضله اسمها ايه؟ اوربيكياس. وكمان هيحصل عنده جفاف. الله طب هيحصل جفاف ليه؟ لما هي الجلاندز دي اصلا فهو كلام متناقض. الصح ان الجسم الجلاند مسؤول عن 95% اثنين ها بيزك و كمان ريفلكس ودي خمسه. وده منطقي برضه كمان. في منطق ثالث كمان بيقول
مش معقول انك من الجلاند ده الجلاند الاساسيه المين دورها يظهر مره كل فين وفين. افرض يا اخي انا مفيش حاجه ضحكتني ولا بكتني ومفيش حاجه طرف عيني لمده شهرين ثلاثه، دي تفضل مريحه ودول يفضلوا شغالين يعني اكسسوار اللي شغال وده يفضل يعني الكلام كله مش راكب على بعضه. الكلام الاحمس اللي دي بتقول عن المين يعني 95% يعني بيزك اند ريفلكس ودي 5%. لكن عشان انت مش عارف اللي قدامك مع اي مدرسه، وانا اعتقد لو خدت الموضوع ده في الوحدات هتلاقوا في ناس قالت كده وفي ناس ما قالتش المعلومه دي. هي مسؤوله على المين بيزك عشان كده في ديبيتس لغايه دلوقتي من الحاجات اللي عليها ديبيتس. لكن هنقول المعلومه ونسكت، ما تقولش مين مسؤول عن مين، ولو سالتها بصوره مباشره اعرف اللي بيسالك عايز يسمع ان دي مسؤوله مينلي عنك الريفلكس ودي مينلي عن البيزك طول الوقت. طيب يلا بينا نشوف بقى اللاكرانت رينج سيستم. اللاكرانت رينج سيستم يا جماعه هو ده الاهم، ده سؤال الريتم والقياس ممكن يجي. طبعا اللاكرانت رينج سيستم بدايته فتحتين صغيرين تايم اوبنز كده على الليد باظ ما بينهم وبين الانر كانفاس، الانر كانفاس بتبقى الاثنين مع بعض الانجل حوالي 6 ملم، ودول موجودين باي ذا وي نير البوستيريور بورد مش اي حد فينا ينفع يشوف الفانكتم بتاعته الا لما يشد الايلت سنه بقى. اذا الفانتاي موجوده على الليد مارجن ات ديستنس اوف 6 ملم من الانر كانتس نير البوستيريور بوردر. على فكره لو خدت وقت مرسمه هتلاقي بتشوف فانتاي اون توب اوف تو اليفيشنز، يعني مش هتقول لك فلاش كده ماشي مع الليد مارجن، لا حته اليفيتد وتلاقي الفانتا فين، والاليفيشن ده اسمه بابيلي. لكن ايه؟ بابيلي. اذا الموجودين اون توب اوف تو اليفيشنز اسمهم لاكريمال بابيلي، وبالتالي دي معلومات البانكم. كل بانكم منهم لا انت بتشوف اللي دي على فكره البانكم البابيلي دي الاليفيشن نفسه الفتحه الاساسيه اسمها ايه؟ البانكم ده تحت الاليفيلي كده وتبقى دي فتحه في النص. طيب الكاناليكلس بقى دي عباره عن تو فاين تيوبس كونكتنج التو بانكتاي تو ذا لاكريمال ساك، وهنا التو فاين تيوبس دول ليهم فيرتيكال بورشن فيرتيكال ساك طول الفيرتيكال بورشن ده 2 ملم الجزء ده، وهوريزونتال بارت حوالي 6 ملم، وبعدين التو كاناليكيلاي فيوز توجذر فورمينج كومن كاناليكيلا طول حوالي 2 ملم، وهذه الكومن كاناليكيلا بتفتح في اللاكريمال ساك. في كتب اناتومي تكتب لك ان البانكتوم الاسفل كاناليكيلا طولها 8 ملم، يبقى ده جمع الاثنين مع 6. واتكلم على موضوع لوحده اسمه كومن كاناليكلس، قال لك ان هي الفيوجن بتاع تو كاناليكلس وطولها 2 ملم. في كتب ثانيه قال لك كاناليكلس 10، قال لك 2 فيرتيكال 6 هوريزونتال و2 كومن، فجمعهم على بعض بقى مجموعه 10. هو ايه؟ لا الساك اللاكيمال ساك الكيس الدمعي ده موجود في موني فصه هنا اسمها لاكيمال فصه. لكن الفرصه اللي موجوده في اللاكرن ميتال على فكره لكن الفرصه دي سيبريتنج الساك من الميدل ميتس اوف ذا لوز، يعني الساك اوبوزيت تو ذا ميدل ميتس لكن الساك وين ذا ستاند ويز تيرز ده افتراض ليه؟ لان التيرز المفروض توصلها اول باول بتنزل فهي فاضيه، لكن لو افترضنا جدلا انها تملي دموع الدايمنشنز بتاعتها 6 مللي في 12، اذا 6 ملم بالعرض طولها كام؟ 12 ملم. في بقى شايفين الخط الاخضر ده؟ ده اسمه الميديال فابرين ليجمنت، ده الليجمنت اللي هو هنعرف ايه دوره لما هنتكلم على هاو تو اسكساين. اول خطوه عشان تعرف مكان الساك بتشد الليجمنت بتشد الاوتر كانسس لورا، فالليجمنت ده بيحصل له فالجين. الليجمنت ده اللي موجود هنا اسمه ميديال فابرين. الميديا الفلتفة اللي جنب ده يا جماعة معدي فوق الساك، وجوده ده خلاها نقسم الساك كده افتراضيا إلى ثلاث أجزاء. الأبر بلايند إند نسميها فالبس أوف الساك، المين فوليوم أوف الساك نسميه البادي، النارو إند نهاية الساك الضيقة من تحت نسميها النك. إذا هنقسم الساك إلى ثلاث أجزاء اللي بيديني فرصة اللي يساعدني أقسم الساك بالمنظر ده، وجود الليجمنت اللي اسمه ميديا الفلتفة، أباب الليجمنت اسمه الفالبس ده بلايند إند، المين فوليوم بادي، النارو اند نك. النك دي هي اللي بتليد اللي بقى يسمى بحاجه اسمها النيزو لاكيمال ايه؟ نك. اوعى تنسى المعلومه اللي قلتها لك زمان في الايلتس، الساك كده انت شفت انها انكلوزد
في بوني فصة من ناحية النوز، لكن من ناحية الآي انكلوزد حاجة اسمها لاكريمال فاشيا. لما قلت لكم ان السجن مقفول عليها بسبيس على قدها بالظبط، اذا من ناحية فصة ومن ناحية ايه؟ فاشيا. في عضلة بقى المفروض اسمها لاكريمال بورشن اوف اوربيكولارس، الاسم الثاني بتاعها بورنز ماسل. العضلة دي اوريجين بتطلع من بوني بروجكشن تحت نهاية السك مع بوستيريور لاكريمال كراست. الانسرشن بتاعها فين؟ في اللاكريمال فاشيا. العضلة دي لما هتكونتراكت تشد الفاشيا اواي من السك كرييتنج نيجاتيف بريشر في السك، هتبدا السك وتدرو كتير. دي ممكن تزودها في الاناتومي اوف ذا لاكريمال ساك. طيب بالنسبه للاكريمال داكت، الاكريمال داكت بيكونكت النيك اوف ساك تو اوبن فين؟ نهاية الدكت بتفتح في الانفيريور ميتس سينوس. اذا الساك اوبوزيت للميدل ميتس، لكن الدكت فعليا هتفتح في الانفيريور ميتس. الدكت دي بتمشي جوه بوني كانال في النوز. ايه الدايركشن بتاعها؟ بص ده صعب بالظبط. شايفين ازاي صغير؟ صغير كده ماشي لاترال ولا اب؟ مش كده؟ لاترال وداون وكمان باك لورا شويه، يعني البدايه هنا والنهايه هنا. شايفين صغير لورا ازاي؟ كده. اذا ده الدايركشن بالظبط. الدايركشن تاني داون لاترال، يعني كده زي الهرم كده كويس، اند سبايك باك وورد. اذا ده الدايركشن اوف ذا نيزل لاكريمال. طولها قد ايه؟ في كتب ثانيه قالت من 12 ل 18 مللي، في كتب ثانيه قالت من 12 ل 24 مللي. الحقيقه انا موافق على الرقم الاكبر، وموافق يمكن كمان نشوف ناس اكثر من 24 مللي. اصل الدكت بتمشي جوه بوني كانال نوز، التارجت بتاعها تفتح فين؟ وكل واحد مناخيره يعني كده مش كده؟ فاذا في كده في فاريبيلتيز كتيره قوي. طيب اذا من 12 ل 18 مللي او ل 24 مللي، الدكت جاردد في اخرها بظل البار زي ما بيقول انتر كلاين لايف فقط. المفروض يحصل له كاناليزيشن يفتح بعد الولاده، اسمه حاسينر بار. هذا البار المفروض ان هو لو بقى امبيرفكت ما فتحش بعد الولاده، هو ده السبب بتاع الكونجنتال نيفو لاكريمال دكت اوبستراكشن. طيب حلو الكلام. انا عايز اقول لكم اللايننج ميكوزا بتاع الستراكشرز دي، البانكتام والكناليكوس بما انهم جوه الثيكنس بتاع الاي ريد مارجن فليهم نفس الابيسيليم زي السكين 35 سكويرز ابيسيليم. لكن الابيسيليم بتاع الساك والدكت تو روز ابيسيليم كلها من الابيسيليم، وان بتوين في جوبلين سيلز. جوبلين سيلز دي السكين ايه دايما؟ نيو سيلز. اذا تو لايرز بس من الابيسيليم مع جوبلين سيلز ان بتوين. عايز اقول لكم انا معلومه كمان مايكروسكوب، او يعني معلومه مش مايكروسكوب، معلومه اناتوميكال مهمه جدا. الليزر ريكرال داكت، ان هذه الليزر ريكرال داكت سراوند باي فيري ريتش بلكسس اوف بين، في كميه جينز محترمه خالص. وهو ده السبب ان فيكو يفتكر لما جاله دور برد عنيف، غير طبعا بيحصل له الراين ورايا بيحصل له كمان لاكريميشن. الفكره ان لما بيحصل دور برد عنيف عينك بتدمع فيه، عشان بيحصل كونجشن في البينز اللي موجوده في المكان ده كله، including الفينز اللي موجوده مين؟ حوالين الدكت. الفينز لما تتملي دم تدوس على الدكت تقفلها، لما تقفل الدكت الدموع تبقى ستاجننت هنا مش عارف تنزل. طالما دي اتملت الدموع تبقى ستاجننت هنا، وبعدين تبقى ستاجننت هنا، وبعدين هنا تبدا تقع على خدك. اذا هنا واضح ان دموعك اللي بتنزل زياده مع دور برد عنيف بسبب congestion of veins اللي حوالين النيزرك والدكت، اللي تؤدي الى نيزرك والدكت obstruction بصوره مؤقته، تبدا يحصل باك ستاجنيشن فالدموع تبدا تقع على كده. اذا ده الاناتومي بتاع اللاكريمال دريدج الاهم، وهو ده المهم اللي انا قلته في الكلام كله المهم اللي انا قلته في المايكروس والمايكروسكوبيك اناتومي. خليني اقول لك بقى ان اهم موضوع على الاطلاق باثولوجي في هذا التشابتر ووتري اي، يعني عين الاهم. وهنا الووتري اي عندك سبريت وار جدا، يا اما السيستم ده شغال بزياده، يا اما السيستم ده مقفول او مسدود. ده شغال بزياده يعني اوفر برودكشن اسمه لاكريميشنز، وده بيحصل في حالتين، يا ايموشنال تضحك او تعيط، يا اما ريفلكس زي ما اتفقنا. ريفلكس اللي هو الافرنت بتاع الترايجنرال والافرنت مين؟ يا اما السيستم ده مسدود
وهنا بنقسم الانسداد الى upper passage obstruction و lower passage obstruction. upper passage يعني قايمين مشكلة على مستوى الايليد مارجن او الفانتوم او الكناليكوس كده upper passage. lower passage obstruction يعني بكلمك على مشاكل على مستوى الساق او النوز انسداد. هنعدي على حاجة حاجة منهم بسرعة ودي اخر حاجة هنكتم بيها هنعرف اسبابها. الليد مارجن ايه رايك؟ ده كلام معاد بقى. ايه رايك سبب القلب لو القلب بتاعه كده يعمل بيفر ولا لا؟ بالمناسبه بقى عشان بس انا قلت الكلام كامل، لو في اوبستراكشن هنا وهو ده سبب الووتر اي بسمي الموضوع ده اي بي فورا. اذا كلمه اي بي فورا ما تقولهاش لو سمحت الا لو كان السبب اوبستراكشن في اللاكريمال درينج سيستم، لكن لو في اوفر برودكشن يبقى اسمه لاكريميشن. اذا الووتر اي نوعين كبار قوي، لاكريميشن واي بي فورا. حلو. طيب اي بي فورا يلا تعالوا نبدا الاول بالابر باسج اوبستراكشن اسبابها على مستوى الليد مارجن. اولا اكتروبيل، ثانيا لو الليد مارجن بتاعي شكله كده ريجولاريتي، ثالثا لو حصل شلل في العضل اللي هي مين؟ الكولاريس اوكيولاري. اذا ثلاث اسباب على مستوى الايليد، اكتروبيل او الريجولاريتي او باراليسيس. طب على مستوى الفانتوم كونجنيتال ابسنس، في ناس بتقول لك ما عندهاش فانتوم عادي جدا، او حصل بوست تروماتيك او بوست انفلاماتوري فايبروس. مش هو ده الحالتين اللي احنا بنجيب فايبروس يعني انفلاميشن هيترو. لو واحد لما حصل له ضربه مطوه في المكان ده ما خلاص المكان ده. لو واحد جاله تراكوما، لو رجعت النهارده تشيك الكونجنيتال وذكرتوا الكومبليكيشنز والتراكوما. الكومبليكيشنز والتراكوما قسمناها كده، المشاكل على مستوى الايدز كان 4، المشاكل على مستوى الكونجنتال كان 4، المشاكل على مستوى اللحم كان 4، واحده من مشاكل اللحم الابريتس كان بانكل اوكلوجن. اذا يعني بوست انفلاماتوري والاشهر طبعا التراكوما. طيب حلو. اذا دي اسباب البانكل. طب اسباب الكناليكوس كونجنتال ستينوزس، واحد مولود ضيق عشان زياده، او فارين بادي. انا في حياتي ما شفتش غير مره واحده بيشنت عنده فارين بادي. ده هو الفارين بادي الوحيد اللي احتمال يدخل هو رمش لاش، وكان عيان نحس طلع روحي رمش داخل كده وانا عمال اجمع بقى دمع. ما هو خلاص اصل الكناليكلز دي فيري فاين تيو، دخول رمش يتزحلق جوه المكان ده خلاص كده الكلام اتقفل، الكناليكلز اتقفل. طيب ما دي حاجه غريبه جدا، جبت الفورسز بشد الرمش الجزء اللي طالع القطع يا ربي دايريتو. عندنا حاجه اسمها سيتو دايريتو، تقعد تاخد دايريتو. اصل انت عشان تجيب الرينش لازم تنقل بقى حقيقه انا جاي اسرع تو بليد، اقعد اتوسع اوسع اوسع عشان اقدر ادخل في الاخر بفورس يعني فاكر صغير جدا. قعدت اكتر من ساعه لروح عشان اطلع الرينش. يعني لو كنت بعمل كاتراكت كمان ثلاثه كنت عملت ثلاثه عمليات توسع عمليات طبعا مش حاجه كده. طيب اذا فاين بادي مفيش غير مين؟ لاش. طيب في كمان سبب انفكتيف هنا بقى، هناك فانجل اورجانيزم بيعشق ان يعمل انفكشن في التيوبس، يعني كناليكلس او مين او دكت موجود تو تيوبس في السيستم. وهذا الفانجل اورجانيزم اللي عيلة الاكتينومايزرز. لو انت عايز تبقى سبيسيفيك اكتر ليه تقول لي اسمه ستريبتوثايركس. ستريبتوثايركس ستريبتوثايركس. هذا ستريبتوثايركس بيعمل حاجه اسمها يدخل جوه الكناليكولس يبدا يطلع سلفر جرانيولز حبات كده زي الحصى جرهم غالي. لو جبت ميتاليك بروب عشان تشوف ايه اللي سالب تعرف لما تيجي تكشف ميتاليك بروب جوه حاجه زي الحصى او زي الرمل تسمع كده جريتي سنسيشن. إذا اللي عرفنا إن أنا غالباً عندي كناليكولس مقفولة بسبب الستريبتوثايركس ده الجريتي سنسيشن مع الميتاليك بروب. طبعاً ده غير إن الموضوع أصلاً انفكتد، يعني هتلاقي آثار الانفكشن زي الفانكتوم كده ريد وبرومينينت، فتعرف إن ده سبب انفلاماتوري. إذا انفكشن وأورجانيزم فانجل الأحلى تقول لي ستريبتوثايركس كناليكولايتس. إذا كناليكولس قد يكون السبب كونجنيتال، قد يكون قد يكون فاين بادي، قد يكون انفلاماتوري، او قد يكون بوست تروماتيك يعني حصل قطع في المكان ده، في المكان ده هي الفايبروس.
طب اسباب الساك، بما ان الساك اكبر جزء في هذا السيستم فبنديله تقسيمه كده الاشهر في الطب: كونجنيتال، تروماتيك، انفلاماتوري، نيوبلاست. كونجنيتال ابسد الساك حاجه نادره قوي. تروما لو حصل فراكشر في اللجنه الخاصه دي فقطعت الساك خلاص كده هتكيل فايبروفي. انفلاماتوري دول الموضوعين هناخدهم في 10 دقائق المره اللي جايه مع قبل ما نبدا السيلينيسيس اللي هم الاكيوت والكرونيك داكتيوسيسايتس. اكيوت والكرونيك داكتيوسيسايتس يعني كلمه داكتيو اتفقنا ان داكتيو لما اقول داكتيوسيس يبقى كده على الساك. طيب ممكن نيوبلاستيك مفيش غير احتمال واحد حاجه اسمها لاكتيمال ساك بوليب اذا ده نيوبلاستيك. طب اسباب على مستوى الدكت كونجنيتال خلاص قلناها الفالز اللي اسمه هاسن الفالز. ممكن نزود انفلاماتوري احنا اتفقنا الستريبتو ستايلس ممكن يجي هنا برضه. ممكن نزود كمان فراكشر نوز يعني تروماتيك فراكشر نوز ممكن تقطع الدكت لان الدكت ماشيه جوه بوني كانال. ممكن كمان انفلونزا مش كده؟ كومن كولد لو عندي كونجيشن في البيت. طيب اسباب في النوز بقى دي جيت سيبتم سيبتم يجي كده ده نص نص يروح ناحيه ناحيه من تو نوسترلز فيقفل لك الفتحه بتاع الدكت جوه الانفيرميتس او نيزل بوليب بوليب كده طالع هنا عند الاوستيوم كده بتاع النيزل ريكومنال دكت فيقفل لك الفتحه دي. دي اسباب في النوز. اذا واضح ان الاسباب منطقيه تمشي على ليفل ليفل تشوف ايه اللي ممكن يكون بوظه. دي الاسباب بتاعت ايه طيب احنا كده دلوقتي نروح خلصنا 80% من الاكلمنت اللي بعدها تيجي كده من ساعه ان شاء الله.